بمناسبة القرعة الكبرى لاتصالات المغرب، فوزوا من الآن بسيارة فاخرة. للمشاركة يكفي تبعتوا 16 عبر SMS للرقم 4444. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سولوا الناس. موضوع حلقة اليوم حول التقسيم الجهوي اللي اعتمدت وزارة التربية الوطنية فيما يخص العطل المدرسية، حيث صبح المغرب كيتقسم ثلاث أقطاب من هذه الناحية. قم عين سولوا الناس، واش هذا التقسيم في المتناول أم أنه توزيع عشوائي؟ ماشي ما هادشي في شكل شحال هذيك شي كتسافر تلقى ولاد العائلة ديالك حتى هما مريحين، دابا أنت كتسافر كتلقاهم هما تيقراو، ما كتجيش تمشي عندهم بحال هكا هاد الوقيته هادي، وكتشد لها وتلقى تبقى مفضل تريحها في الدار هاك بلا ما تسافر عند العائلة ديالك. ما كانش يجينا العطلة ديال كيف ما كانت شحال هادي دوز العام بخير، دوز عند العائلة ديالك تلقاهم تمايا كلشي في الدار مجموع. دابا واخا تجي تمشي تلقى ولاد العائلة ديالك ما كاينينش في المدرسة ما تجيش. هاد التقسيم ديال العطل اللي داروا ماشي في المستوى، ديجا حنا اون فامي، انا بابا وخويا، يعني خويا ديجا هو كيقرا ايكول بريفي فوق الباك، انا هاد لا سومين عطاوني لي فاكونس، يعني حنا سكو في هنا الا بغينا نسافروا ليه شي حاجه هو ملي غندخل انا ان شاء الله نهار الاثنين هو عاد غادي يعطيه لي فاكونس نهار الاثنين. يعني ماشي لي فاكولتي ماشي بحال لي ليسي، لي زيكول سوبيريور تما عندهم لي فاكونس بوحدهم، يعني داك الشيء ماشي هو هذاك التقسيم ديال العطله. ما الا ما كانش غيعطي شي فائده من الاحسن ما معاش. لا من الاحسن يكون داروا ديال المغرب كامل تكون عطله واحده، غتكون مقاده باش كلشي تكون عطله واحده، ماشي تكون انت شاد تبغي تشوف عائله ديالك في مدينه اخرى تقدر تكون هما شادين عطله وانت تكون مازال كتقرا، ما تكون مخربقه القضيه، ماشي بحال عطله واحده ديال المغرب تكون حسن، المغرب كامل عطله واحده يكون حسن، اما كل مدينه عندها عطله تخربقه. انا بالنسبه لي على حسب الاقتصاد ديال البلاد، يتحرك طول السنه ما يبقاش غير في العطل، ومن بعد العطل كيولي شويه ديال الركود، الناس الاغلبيه كينشطوا بالنسبه للعطل كيكون عندهم الرواج، وهادشي اللي الفكره اللي عندي. بالنسبه لنا ايجابيه، حتى ديك العطله ما كتكونش يعني زعما مسائل اقتصاديه بخصوص الوالدين، بالنسبه ماديا تقريبا كيستمر حتى الوالدين، وبالنسبه للاطفال زعما تيكون زعما عندك عطله زعما مثلا ديال مثلا ديال 20 يوم كلها كتكون مقسمه على جوج، حتى الاطفال زعما كيكونش عندك الغياب كثير زعما على المدرسه، كيكون زعما داك الانقطاع زعما واحد المده طويله على المدرسه. من قبل كانت مزيانه دابا خربقونا. واحد قادوها ليه واحد لا، لان خربقوا الناس العائلات ما بقوش كيشوفوا بعضياتهم، كانوا كيشوفوا غير بعض العطل، اذا ما غيشوفوا حتى للصيف. مزيان السيدي كيخفف علينا سميتو على السير، كيخفف الطريق ما كيبقاش ازدحام بزاف، داك الشيء اش داروا التقسيم هادشي اللي عارفه. المهم اختي هذا القرار اللي خدات الحكومه ما قرار ما والو، خاصهم يديروا نفس باش الدراري حتى هما يلقاو باش نفس العطل، باش الدراري كلشي يدخل يقرا في نفس الوقت، كلشي ماشي هذا يجلس هو هذاك هذاك الناس الداخلين دابا يقراوا تلقى في مدينه اخرى ما الدراري باقي في العطله، الدراري حتى هما راه ساكت تيضيع، خاصهم الناس يقراو في الوقت ويجلسوا في الوقت. انا اصلا مساله مزيانه حيت ما بقاش اصلا حتى الزحام في لي طران والكيران، اصلا كل واحد ولا كيشد عطله، كل واحد كياخذ العطله على راحته، كل واحد كيمشي على خاطره، كتلقاش لا زحام لا والو. التقسيم اللي داروا ماشي في المستوى، لان في الوقيته اللي كتبغي العائله والناس مع بعضياتهم كيبغيو يتجمعوا ما كيلقاوش المناسبه، لان الوقيته اللي كيكونوا العائله شي وحدين كيكونوا مفرقين عندهم العطله، الاخرين كيكونوا عقارين. انا ملي دابا لحد الان شاد العطله، دابا كنبغي نمشي عند ولاد خالي لحد الان ما كنلقاهم، مازال قارين مازال كاع ما شدوا العطله. يعني كنشوفوا كل مدينه دابا وامتى كتاخذ العطله، يعني حتى ديك باش نتلاقاو مع العائله ونجمعوا معاهم، ويعني ما كايناش دابا ملي كنساليو حنا العطله الاخرين عاد كيبداوها، يعني دابا من غير الصيف ما كايناش شي عطله اللي تنقدروا نجلسوا مع العائله، وداك التجمع الاسري وداك الشيء ما بقاش. ما عرفتش انايا شنو المشكل وعلاش داروا هكا، نورمالمون السنوات اللي قبل كانوا بحال لي فاك بحال، يعني كان كل شيء بحال دابا غادي بشويه بشويه، ما عرفتش زعما حتى علاش باغيين يوصلوا ما فهمناش بصراحه، هادشي حنا ما مناسبناش بمره. والتقسيم الجهوي خاصو يكون يعني مستشارك باش الانسان الا بغي يمشي لشي بلاصه ولا شي حاجه يلقى الانسان العائله مجموعه ولا شي حاجه، باش الانسان تيكون كاين واحد الجمع كما كان شحال هادي، هذا هو القضيه اللي كاينه. دابا واخا بغيت نمشي لشي بلاصه واحد شاد عطله واحد ما شاد عطله، ربما تيكون واحد الارتكاب، واخا الانسان تيبغي يمشي يشوف شي واحد ما يلقاش كيفاش يشوفه ولا شي حاجه. ما عجبنيش التقسيم ديال العطل، لحقاش الدراري ما تيلعبوش مع خوتهم اللي كيمشيو معاهم، كيمشيو عندهم، واش تمشي عند الناس تلقاي ولادهم تيقراو وهادو جالسين ما يمكنش.
موضوعنا الحلقة اليوم كان هو التقسيم الجهوي للعطل، وكيف ما كتشوفوا مشاهدينا جول الآراء كانت كتصب في نص الاتجاه، بمعنى أن المغاربة ما راضينش على التقسيم وكانوا كيفضلوا يبقى التقسيم الموحد. نهاية الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.